لازم نحكي كمان على البنت زينة، يعني على حمزة وزيد، بس كمان في بنت عندها إنجازات كتير حلوة. زينة تانية. شو زينة؟ شو بتعمل؟ زينة قصة ثانية. زينة يا ستي قالت لي بابا بدي أدرس علم جريمة. قلت لها أخوكي موسيقى وأخوكي سيارات وأنت رسام، خدي شو ودك؟ قالت لي لا بابا علم جريمة ما لا، يعني كلمة جريمة هي تقيلة لما تربطيها بصبية وبنت. أيوة. قلت لي لا، هي علم اجتماع، ممكن أنت تحسني أوضاع اجتماعية، ممكن تساعدي بمواضيع. فدرست بكنت يونيفرسيتي وكانت مبدعة الحمد لله. فلما أجت توظفت مع اليونايتد نيشنز يو إن إتش سي آر اللي هم المفوضية السامية للاجئين. نعم. والحمد لله مبسوطين منهم ومبسوطين منها التوفيق. وقصة كتير هي لها علاقة بزينة، إنه ابنها كمان علي بتحكي له على اللاجئين. فعلي عمره 5 سنين راح على المدرسة وحكى للمس قال لها بتقدري تيجي معي على الصفوف الثانية؟ قالت له ليش؟ قال بدي أطلب من الأولاد اللي عندهم ألعاب ما بدهم إياها بمدرسة المشرق إنه يجيبوها نحطها ببوكسز كتير وناخدها لأطفال اللاجئين. عيني. وعبوا كراتين وراح وزع على الأطفال. فهي الله يحميهم، وإن شاء الله دائما يعني بتتذكر قصصهم الحلوة وبتفتخر فيهم.